بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله مع الحكاية التقويمية ليت الغمامة تعود. ألاحظ المشهد وأستمع إلى الحكاية. إذن في هذا المشهد نلاحظ فلاحا يبدو أنه قد حرث حقله، وهذا جرار اعتمده في عملية الحرث، وهناك أشجار، هذه غابة وحقول أخرى، وهذه قرية، وهذه هضاب وجبال. سوف نستمع للحكاية. ليت الغمامة تعود. حل الخريف، عمل الفلاح بجد ونشاط في حقله، قلب التربة ونثر البذور، ثم رفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم اجعل هذه السنة مطيرة. مرت أسابيع لكن السماء لم تمطر، فقلق الفلاح وخاف على مصير زرعه. تساءل بصوت حزين: لماذا أمسكت السماء عن المطر؟ سمعته الشمس فأجابته: لقد رحلت الغمامة المتقلة بالماء بعيدا عن أرضك. قال الفلاح: ولماذا رحلت الغمامة أيتها الشمس الصديقة وأرضي في حاجة ماسة إلى مائها؟ ردت الشمس: لقد فزعت الغمامة من سلوكك. هتف الفلاح: أنا؟ كيف؟ هل أخطأت في حقها؟ أجابت الشمس: نعم، فقد اعتديت على صديقة الغمامة المجاورة لحقلك. قال الفلاح مستغربا: أرجوك، لم أفهم قصدك، ماذا فعلت؟ أجابت الشمس: ألم تقطع جزءا من الغابة المجاورة ليصبح حقلك أوسع مساحة؟ وبفعلك تسببت في تدمير نباتات وأشجار، وتخريب أعشاش أطيار، وموت فراخ صغار. لقد أزعجت الغمامة بهذا السلوك، لذلك رحلت بعيدة. قال الفلاح نادما: حقا أخطأت، ليت الغمامة تعود لأعتذر لها ولأعدها بأن أصير من حماة الغابة. لا أقطع شجرها ولا أؤذي حيوانها. تبسمت الشمس وقالت: الآن سأدعو صديقة الغمامة لتعيد لنا ماءها. اطمئن، إنها طيبة حنون، تحب البشر والحيوان والشجر، تسقي الجميع كي تمنحهم الحياة. أضع علامة قبل العناصر المناسبة للحكاية. المكان: الجبل، النهر، البحر، الحقل. إذن المكان هو الحقل. الزمان: الصيف، الخريف، الشتاء، الربيع. إذن فالزمان يكون في فصل الخريف. الشخصيات: الفلاح، الحطاب، الغمامة، الشمس. إذن الفلاح والشمس. أعبر شفهيا عن كل مشهد. في المشهد الأول نلاحظ الفلاح فهو حزين ويتساءل عن سبب امتناع السماء عن المطر، ويتحدث إلى الشمس والشمس غاضبة منه. في المشهد الثاني نلاحظ بأن الشمس شرحت للفلاح سبب
امتناع السماء عن المطر وسبب يعني مغادرة الغمامة، لأنه قطع أشجار الغابة ليوسع حقله. في المشهد الثالث نلاحظ عودة الغمامة، لأن الفلاح ندم على فعله وقدم اعتذارا للشمس وأخبرها بأنه سيقدم اعتذارا للغمامة، فطمأنته بأن الغمامة ستعود محملة بالمياه. وبالفعل عادت الغمامة وأمطرت وارتوى الحقل، وفرح الفلاح بهذا الخير الوفير. ألخص الحكاية شفهيا وأستعين بما يأتي لأضع لها نهاية، يعني سوف نستعين بهذه الجمل لنضع نهاية للحكاية. أنهى الفلاح حرث حقله قلق لأن السماء لم تمطر. ذكرت الشمس للفلاح سبب رحيل الغمامة، تمنى الفلاح عودة الغمامة. إذن سوف نعتمد يعني هذه الجمل في تلخيص للحكاية ولنضع لها نهاية. أنهى الفلاح حرث أرضه وطلب من الله أن تكون هذه السنة مطيرة، إلا أنه قلق لأن السماء لم تمطر فتساءل عن ذلك، فأخبرته الشمس بأنه هو السبب في ذلك. لأنه قطع أشجار الغابة ليوسع حقله فندم على فعله، وأخبر الشمس بأنه سيقدم اعتذارا للغمامة، فطمأنته الشمس وعادت الغمامة من جديد مثقلة بالمياه الكثيفة، فارتوى الحقل وفرح الفلاح فرحا شديدا شاكرا فضل الغمامة. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.